ما تصايبين حمام ربي ما تصايبين مش راح يولعوا في حته ولا راح يولعوا ولا بينهاروا اعمارهم قد ايه يا حاج اعمارهم قد ايه يخشوا السنه ها يخشوا السنه دي يخشوا المدرسه مدرسه السنه اسمهم ايه معلش وصايمين على رحمهم صيام العذراء العروسه انا مش مستدريه فرح العروسه العروسه يا رب العروسه مشبكه في الدنيا يا حرام الله يعزيك الله يعز نفسك يا سيدي الله يعز نفسك يا حبيبتي الله يعز نفسك اللي توفت وبديها الشبكه دي اسمها ايه اللي توفت بديها الشبكه اسمها ايه اسمها ايه؟ منى عاطف منى عاطف سنها كام سنة؟ 21 سنة عروسة ويتيمة أبوها سيدنا أبو سلمة أربعة ابتدائي يتيمة يتيمة ربنا يعزيك يا رب ربنا يعزيك وأختها جوزها ميت بس بقاله سنة أختها وعيالها برضه ربنا يعزيك يا رب ربنا يعزيك ماتت معاهم أمهم؟ أمهم وعيالها أمهم أمهم ماتت معاهم دوليوتا يا رب يا رب يا رب خلص حقهم يا رب يا عباد المطافي يا المطافي حرام سامر متعود يا بص حرام انت العيال بترش مرض جرادل جرادل ايه؟ جرادل المطافي والاجراءات الاجراءات الاجراءات هتعملوا ايه دلوقتي؟ الكنيسه في هتتصلى عليهم فين؟ لا الكنيسه فين؟ في الوراق دلوقتي هيطلعوا؟ دلوقتي هيطلعوا هيطلعوا من الساعه 8 ونص هيطلعوا دلوقتي بعد ما استووا خلاص بعد ما استووا خدوا خلاص مفيش عربيات مطافي جات لهم خالص مفيش مطافي جات خالص